صدقوني في اليوم الاخير الدينوني الله مش راح يقول لك قديش صمت وقديش صليت وقديش عدد الاحسانات اللي انت عملتها، لا، راح يقول لك في اليوم الاخير قديش انت كنت راحم لاخيك، لانك بالقدر الذي ترحم بالقدر الذي تراني هنا. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده. المسيح هنا شبه ملكوت السماوات بشخص، لأن الملكوت هو شخص يسوع المسيح. في التشبيه عادة تشبه أمرا بمثيله، بتقول مثلا لبنان سويسرا الشرق، بتقول هالسيارة تشبه هالسيارة هيدي، هالمراية أكبر أو أصغر من هالمراية. ممكن تشبه إنسان بصفات، بتقول مثلا هالإنسان مثل الصخر أو هالصبية عيونها مثل الصقر، ولكن بالعادة لا نشبه جوامد بالإنسان، نشبه الإنسان ببعض الأشياء. ما منقول مثلا هالبحر مثل غازي، منقول غازي مثل البحر. ما منقول مثلا هالتراب مثل ريمون، منقول ريمون تراب. ولكن هنا التشبيه فريد، شبه يسوع المسيح ملكوت أو أرض الملكوت إذا بدكم، أرض السماء بإنسان. مستغرب شوي، والسبب في ذلك لأنه شبه الأشياء بمثيلها، فملكوت السماوات يشبه إنسان يسوع المسيح، يشبه شخص يسوع المسيح. وبقدر معرفتك لشخص يسوع المسيح وبقدر امتلائك من يسوع المسيح بالقدر عينه ستنال ملكوت السماوات. إذا أنت بتتشبه بالمسيح يسوع أو بتمتلئ من المسيح يسوع، تمتلئ منذ اليوم بحضور الملكوت فيك، وتصبح أنت جالسا في الملكوت منذ اليوم. وهذا الشخص يسوع المسيح في النص قيل أنه يود المحاسبة لعبيده، لأننا نتكلم عن شخص يسوع المسيح بده يحاسب عبيده. ولكن مرة واحدة لم نجد في الكتاب المقدس أن حسابا انتقاميا كان. نحن اليوم مثلا بلجيكا عم تستثمر لبنان وعم تبعت كل شعبها لعند لبنان، لدرجة أنه صار الشعب البلجيكي أكثر من لبنان. بتصير أنت منتقم من كل بلجيكي، طول بالك، ما كل واحد منهم ما بيسوى. ولكن المسيح هنا في هذا النص قرر المحاسبة تاركا لك أن تكون محاسبا بحسب قرارك، لأن محاسبته تختلف جذريا عن محاسبة الناس، ولأنه بالحقيقة لم يحاسب البشر بالعدل البشري. يعني بهالنص مثلا واحد مدينه 10,000 وزنة، والوزنة هي 10,000 دينار، يعني 10,000 ضرب 10,000 بالنسبة لألون أمر فائق الوصف، هو اللامنتهى. يعني أنا مدينك بشيء ما ممكن أنك أنت تقدر توفيه. العدل البشري بيقول أنك ما رجعت لي يوم بتفوت على الحبس أو بتنبيع أنت ومرتك وولادك مثل ما هون. ولكن المسيح ما حاسب الناس على عدل حقوقي، محاكم ومحامين واجتهادات، إنما حاسبنا بالعدل الإلهي. العدل الإلهي هو الحب، هو الرحمة. عدل يختلف عن عدلنا، كما تختلف الرحمة عن الحق، وكما تختلف المحبة عن المصلحة، وكما تختلف المسامحة عن الانتقام. عدله عدل إلهي. والكلمات عينها التي سمعها هذا السيد من المديون، سمعها هذا المديون من مديون أصغر، ولكن الكلمات نفسها تلك
أدت إلى أن اشترى فيها هذا غفرانا، أما تلك الكلمات عينها فقد اشترى بها هذا العبد الشرير إنما قصاصا. إذن ليست الكلمات هي المهمة بقدر ما تتضمن هذه الكلمات استجابة داخلية فيك أيها الإنسان. مشان هيك بتشوفوا إنسان بيسمع نفس الكتاب المقدس، هذا بتلاقيه كل كلمة ممكن ترقيه إلى ملكوت السماوات، وذلك يسمع كلمات قد تحضره إلى الجحيم وحتى إلى الموت. مشان هيك في هرطاقات كتير، وفي ناس كتير بتستعمل الكتاب المقدس وبتشوه. شو بدك تقول يا أبونا؟ ترك لنا المسيح أن نقاصص أنفسنا بأنفسنا، مثل ما بتترك لخيك الله بيترك لك. وبالصلاة الربانية بنقول واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه. فإذا مش هو بيترك لك، مش هو ما بيترك لك، أنت قديش بتترك قديش بتاخد. ولكن في شيء بدي ألفت النظر لقاله بختصر الوعظة بقصة بعدين. هذا الإله الدينون أمامه هو، ولكن مفاعيل التزامك بالآخر وارتباطك بالآخر، هذه المفاعيل هي الذي ستقيمك في اليوم الأخير. قديش أنت مرتبط بهذا الشخص إيجابيا، قديش أنت بتكون غافر له طوعيا. والمغفرة عندنا نحن معشر المسيحيين قيمتها أنك أنت تسامح أخاك قبل أن يطلب منك المسامحة. إن كنت أنت في هذه القامة تستطيع حينها أن تقول أنك أنت وجه للمسيح، راء للمسيح. وعندما تكون وجه للمسيح كيف سيفصلك المسيح عن نفسه في اليوم الأخير وهو هو الملكوت؟ إذا أنت كنت مسيح يعني أنت كنت في الملكوت، يشبه ملكوت السماوات مين؟ المسيح، شخص يسوع المسيح. ولكن إذا أنت ما رأيت في وجوه الناس وجوه يسوع المسيح فأنت غائب عن الرؤية الحقيقية، وأنت لست قادر أن تسامح أحدا. صدقوني في اليوم الأخير الدينونة الله مش رح يقول لك قديش صمت وقديش صليت وقديش عدد الإحسانات اللي أنت عملتها، لا، رح يقول لك في اليوم الأخير قديش أنت كنت راحم لأخيك، لأنك بالقدر الذي ترحم بالقدر الذي تراني هنا. ولكن حتى تقدر ترحم أكيد لازم تصوم وتصلي وتتعبد وتعمل كل الأسرار وتتناول وتتوب وتعترف وتعمل كل ما هو مطلوب لكي تستطيع أن تغفر. فإذا ارتباطك بالمسيح منظور بحبل الصرة يلي بيربطك مع خيك الآخر بهالحبل الحلو. وهنا أقص عليكم قصة جميلة تعلمت منها كثير، وهي أول مرة بسمعها كنت اليوم أو قرأتها اليوم، مش امبارح، اليوم قريتها. وتقول هذه القصة الحقيقية، قال في واحد راح لعند شخص مشهور بتقواه ومشهور بصومه بصلاته بأمانته بإخلاصه برحمته للناس، وقال له بدي أسألك سؤال، بعد كل هالاشياء اللي انت عملتها والتضحيات وغيره والعمل الجاد في حقل المسيح، هل رأيت الله؟ هل رأيت المسيح؟ اطلع هذا وما كذب، قال له بالحقيقة ما شفت وجها لوجه، ولكن يبدو قصتي مثل قصة هالولد اللي بدي خبرك عنه. قال له شو بدك تخبرني عن هالولد؟ قال له في ولد معه طيارة ورق، طلع هيك على قمة والطيارة مربوطة بالحبل والهواء مناسب والطقس حلو، صارت هالطيارة ترتفع، صار يكرر لها البكرة هو وتحلق هالطيارة، عم بتحلق هالطيارة لدرجة انه هالطيارة غيمت، تعرف شو اللي غيمت؟ صارت فوق الغيوم. وهيدا الشاب ماسك هالحبلة وعم بيهز هيك ونتعه شوي لحتى تعلي أكتر، يلي مطيرين طيارات يا حرام ولادنا ما بقى بيعرفوا شو يعني طيارة ورق، ما بقى بيعرفوا شو يعني حقلة أصلاً.
ما بعرف إذا أولادنا بعد بيعرفوا شو يعني التلة. مهم أو بقرة، سامعين بالبقرة؟ بفرجيكم إياها بالصورة بكرة. بس الكلاب شايفين كتير، لأنه فرجونا على الواتساب إنه في كلاب بشرية عم تمشي على الأربعة. بقى هيدا عم يطير الطيارة، غيمت. إجا واحد قال له شو عم تعمل؟ قال له عم طير الطيارة تبعي. قال له وين في طيارة يا أخي؟ مانا مبينة هالطيارة، مانا مبينة. كيف عم طير طيارة؟ شو أنت ماسك عم تلعب هيك وتهز بهالحبل؟ إنه وين في طيارة؟ ها؟ بتطلع ما بيشوف في طيارة. فجاوبه هذا الطفل الصغير وقال له: هالطيارة مربوطة بهالحبل، هالطيارة مربوطة بهالحبل الذي تمسكه يداي. أنا ماسك الحبل، ماني شايف الطيارة، بس أنا عم حس بهذه الطيارة اللي أنا طيرتها، وأنا بكل جوارحي أشعر بها، لأن كياني كياني تتجاذبه تلك الطائرة اللي ماني شايفها، ولكن كياني مرتبط بتلك الطائرة بواسطة هذا الحبل الذي أنا أرى. أكيد فهمتوا العبرة، وأقولها لكم بالتم المليان. ارتباطك بالله اللي مش عم تشوفه حبيبي، وشعورك فيه، والتجاذب بينك وبينه، لا يمكن أن يكون بدون ما يكون في حبل، الذي هو حبل السرة اللي بيربطك بالآخر. فإن كنت أنت مرتبط بالآخر وتتجاذب معه، شعورك بمن هو فوق، حينها تكون قد رأيت الله منذ اليوم، حتى ولئن لم تره عيناك المخلوقتين، لأنه حاضر فيك وهو أقرب إليك من راسك، حتى إذا قطعوا راسك هو موجود في قلبك، وهناك تتم الوحدة الحقيقية. إن كنت أنت راحم لأخيك فأنت مرحوم من إلهك، والسبح لله دائما. آمين.